زي ما قلت لكم واحنا بنبص على قوائم الاهلي والزمالك غدا، لقينا اصابات بالكوم، بالجمله اصابات عضليه تحديدا. ايه اللي بيحصل مع التطور في اجهزه الاستشفاء، مع التطور في الاجهزه اللي بترجع اللعيبه تاني وبتعمل لهم ريكفري، ومع العدد اللاعبين الكبير المفروض في الاهلي والزمالك اللي ممكن يعوضوا الغائبين، بس الاصابات العضليه بقت ضخمه وعددها كبير جدا. ايه المشكله؟ نفهم الاصابات العضليه دي، بس هي ارهاق ولا ممكن اسلوب تدريب، اسلوب حياه؟ ايه الازمه في الاصابات العضليه الكثيره جدا بالنسبه للاهلي والزمالك تحديدا، يعني عن كل الفرق اللي موجوده في الدوري؟ معايا عبر الهاتف دكتورنا الكبير دكتور طارق سليمان، طبيب منتخب مصر السابق. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. اهلا، صباح الفل كابتن كريم. ازي حضرتك دكتور طارق؟ عايزين نفهم يا دكتور طارق، احنا بنبص على القوائم النهارده اصابات عضليه بالكوم، مش اتنين ولا تلاته، انت بتتكلم في كل فرقه عندها 9 أو 10 لاعبين عندهم اصابات عضليه، ليه الرقم يبقى ضخم جدا في فريق بيلعب وفريق كبير وعنده اكيد الاجهزه الحديثه اللي ممكن ترجع اللعيبه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا طبعا نمره واحد ان الدوري عندنا غير منتظم، دي نمره واحد. المفروض بين كل موسم وموسم تاني بيبقى فيه فتره راحه سلبيه مهمه جدا للاعبين، سواء لاعبين محليين او لاعبين دوليين، بحيث ان هو يحصل الاستشفاء الكبير. احنا حضرتك بتتكلم دلوقتي على الاستشفاء اللي بعد المباريات بالظبط، لا الاستشفاء الكبير اللي هو بعد نهايه كل موسم. واحنا شفنا بره لما بينتهي الموسم سواء دوري انجليزي سواء دوري فرنسي او اسباني، لازم اللعيبه كلها بالامر بتاخد فتره راحه. صحيح. الفتره الراحه دي عشان الجسم البشري يبدا يعيد الالياف العضليه من جديد، الكبد بتاعك يرجع يشتغل مظبوط، الكلى بتاعتك ترجع تشتغل مظبوط، القلب يبدا ياخد الراحه بتاعته، وبعد كده تبدا فتره الاعداد البدني المظبوطه اللي هي مبنيه على قياسات بدنيه وقياسات فسيولوجيه بتحطها الانديه بحيث انها تحط البرنامج التدريبي الملائم لكل لاعب. ده في رايي السبب الاولاني لكثره الاصابات اللي هي موجوده في اللاعب المصري وفي الانديه الكبيره سواء الزمالك او الاهلي او بيراميدز او اي فريق. الحاجه الثانيه الثقافه اللي هي البدنيه وثقافه التغذيه وثقافه الراحه وثقافه الاستشفاء اللي لدى اللاعب مهمة جدا. لازم اللاعب يبقى عارف ايه اللي بيغذيه كويس، بياخد فترة راحة ونوم قد كذا، نوعية الأكل اللي بياخدها المفيدة للعضلات، الأملاح المعدنية اللي بياخدها عشان تقيل الإصابة، السوائل المظبوطة اللي هي بياخدها سواء قبل التمرين أو قبل المباراة وفي خلال التمرين أو خلال المباراة وبعد التمرين والمباراة. دي القصه. القصه الثالثه بسبب الاصابات دي، يمكن حضرتك جبت جزء منها، الحمل التدريبي. الحمل التدريبي دايما ممكن يبقى جزء مهم او مهم قوي الاصابه بتاع اللاعب، خاصه الفرق اللي بيتغير عليها اجهزه فنيه كتير. تعرف دلوقتي كل جهاز فني بيجي معاه الجهاز التدريبي بتاعه، بيبقى بما فيه مخطط الاحمال، بيبقى فيه الناس اللي هي بتعمل استشفاء، كل الكلام ده، كل مجموعه عقبال انا ما ابدا اخد اللعيبه ديت وابدا اعمل لها اسيسمنت او اقيمها تاني، اقيم عضلاتها واقيم حاجتها، الاختلاف الاجهزه واختلاف الحمل التدريبي وحتى طرق التدريب دي بتؤدي لاصابات ايه؟ اللاعبين. صحيح. طيب بنيجي للحاجة المهمة اللي هي الاستشفاء الوقتي اللي احنا بنقول عليه بقى، الاستشفاء الوقتي بالنسبة للاعيب بعد كل مباراة. ناس فاهمة استشفاء غلط ان انا اروح اقعد في التلج بعد المباراة وبعد التمرين وبعدين اتدلك وبتاع، ومش ده الاستشفاء. الاستشفاء حضرتك بيبدأ زي ما قلت لك من السوائل اللي انت بتاخدها
قبل المباراة، في وسط المباراة، وبعد المباراة. التغذية قبل المباراة وبالذات بعد المباراة. خلي بالك التغذية اللي بعد المباراة أحيانا بتبقى أهم من التغذية اللي قبل المباراة، وده بيبقى جزء مهم جدا في الوقاية للاعب من الإصابات، خاصة الإصابات الإيه العضلية اللي حضرتك بتقول عليها. طيب أنا في سؤال بقى مهم جدا يا دكتور، لو تسمح توضحهولي. في لاعبين بيبقى عندهم إصابات عضلية متكررة، هل ده يأثر على مشوارهم في الكورة؟ يعني مع ضغط المباريات الكثيرة كده وتبقى الإصابة في نفس العضلة متكررة، هنا هيبقى في، يعني حسب فهمي طبعا أنا مش بفتي، هنا هيبقى في مشكلة في العضلات دي على المدى القريب والبعيد، إن هو ما يقدرش يكمل كورة كمان، أو ما يقدرش يكمل لعب بنفس الجودة يعني. تمام كلام حضرتك مظبوط. وفي بعض اللعيبه بدون ذكر اسامي، واحنا قلنا لهم بالذات في الزمالك. اتفضل يا دكتور. الو، اتفضل يا دكتور مع حضرتك. هتصاب باستمرار. وبيبقى السبب ايه حضرتك؟ بيبقى السبب احنا بنقول، قلنا في حاجه اسمها اسيسمنت، او ان انا بعمل قياسات، والقياسات الفسيولوجيه والعضليه دي من اهم ما يمكن. المفروض انها بتتعمل في بدايه كل موسم وفي وسط الموسم وبتتعمل نهايه الموسم. القياسات العضليه دي فايدتها ايه؟ ان انا بقف على قوه العضله، استجابتها للاطالات، استجابتها للمرونه، للثبات، كل دي حاجات دلوقتي، ودي موجوده في الطب الرياضي، موجوده في كل حته. صحيح. بيطلع لي ريبورت كامل، اللعيب دوت عند ايه العضله الضعيفه عنده، عنده مشكله في التوازن، عنده مشكله في الثبات، عنده كل دي بتظهر، وبيبقى عندي الفايل كامل للعيب ده، وبناء عليه بقدر اعرف ان اللعيب دوت محتاج ايه، ايه العضله الضعيفه اللي عنده اللي اشتغل عليها، واشتغل عليها استرتشات ولا تقويات. كل دي حاجات مهمه قوي ومتوفره في كل حته. صحيح. دكتور طارق سليمان، طبيب منتخبنا الوطني السابق، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات العلمية المهمة.